متابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. اليوم بننقل لكم بثا مباشرا مع أكبر طالبة في الثانوية العامة، سيدة مكافحة ونموذج فعلا مشرف ويحتذى به. هذه السيدة حصلت على دبلوم الصنايع، بعدها يعني كان حلما في داخلها أنها تحصل على كلية التربية. تزوجت لظروف ما وحلمها ما زال يراودها داخلها، حتى أن أنجبت ابنها الأكبر ودخل الصف الأول الثانوي. فكرت قالت طب أنا ليه ما كنتش زميلة ابني. بتقول إنها عدت أول سنة من ابنها وكانت بتراجع معاه المواد وكده، وجدت أنها قادرة على اجتياز هذه المواد. أخذت قدمت منازل سنة أولى وثانية، والسنة دي هي في الصف الثالث الثانوي. هذه السيدة التي أمامنا بلغ عمرها 41 عام وما زالت متمسكة بتنفيذ حلمها. بتقول إن الحكمة بتقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحم، وأنا سأظل أطالب وأكافح للوصول لحلمي أن أنا أكون يعني، حتى بتقول أن أنا مش هحصل على كلية التربية فقط، ده أنا إن شاء الله أكون معيدة في كلية التربية، وبإذن الله أكون أستاذة في كلية التربية. إحنا بنقول هذه السيدة دخلت الصف الثالث الثانوي هذا العام ورفضت أنها تاخد دروس خصوصية وكانت بتذاكر في البيت. هنتكلم معاها رغم أنها أنجبت 5 أطفال، ابنها الأكبر في أولى جامعة، ابنها الأصغر في الصف الثاني الابتدائي، تعول 5 أطفال، ورغم ذلك يعني ما زالت مصممة على حلمها. هنتكلم معاها ونتعرف إزاي هي وصلت للمرحلة اللي هي فيها. يمكن أدي بنتها الصغيرة وابنها الصغير الثاني والباقيين مكسوفين يطلعوا معانا، فاحنا عرفينا بنفسك بقى كده. هناء محمد موسى ابراهيم. علي صوتك شويه. هناء محمد موسى ابراهيم. اهلا بيكي يا ست هناء. قولي لي يعني انت السنه دي كنت في ثالثه ثانوي. ايوه. يعني مصره على حلمك؟ اه ان شاء الله وهكمل برضه. طب قولي لي حكايتك ايه؟ انت يعني بتقولي ان انت كنت من المتفوقين في الاعداديه وجبتي مجموعه يدخلك الثانويه، وحتى لما اخذتي الصنايع. قولي لي احكي لي الحكايه ايه. في البدايه كان هدفي هو برضه ان انا ادخل الكليه واتعلم تعليم عالي، ف حصل ظروف يعني في ثالثه اعدادي ما دخلتش ثانوي. نعم. وبعد كده دخلت دبلوم صنايع، والحمد لله برضو كنت جبت في مجموع كويس 75% في الوقت دي كانوا داخلوني الكليه برضو. تمام. يعني برضو الظروف برضو ما فيش نصيب ان انا اكمل. يعني الظروف ايه؟ باباكي، انت قلت لي ان باباكي توفى وكان يعني العمليه يعني باباكي كانت حكايه يعني كل الحاجات دي محتاجه فلوس بس مش اكتر يعني. وطبعا والدتي ما كانتش تقدر تصرف برضو وتقوم بالمصاريف دي. تمام. خدت الدبلوم وخلاص، بدي يعني جبت مجموع كويس وكنت هقدم، بس برضو الظروف منعتني. شفت محمد بالصدفة برضو نفس الظروف المادية. المادية يعني كنت تقدري تدخلي كلية هندسة من الصنايع. من الصنايع. جميل قوي. كان المجموع كويس ويدخل. تمام. فخلاص بقى دخلت، اتقابلت انا ومحمد. محمد اللي هو زوجي. تمام. وبعدين طبعا لما اتكلمنا سوا برضو عارف ان انا مستوايا كويس، حب ان هو يكمل معايا فعلا، بس كان فترة التنسيق عدت يعني، فخلاص بقى استسلمنا ان هي واقع خلاص، واتجوزنا وخلفنا، وبرضو لسه معايا برضو الفكرة ان انا اكمل وادخل برضو واحقق حلمي. والحمد لله دخلت اولى ثانوي وثانية ثانوي. قوليلي انت يعني ابنك كان في اولى ثانوي، ما دخلتيش ليه في نفس السنه اللي كان مع ابنك فيها يعني؟ يعني هو برضو يمكن خفت شويه من حكايه ان انا ما اقدرش اوافق بين البيت وبين دراسه ابني اللي هو في الثانوي برضو. كان هو في الفتره دي طبعا اهم. نعم. وعيالي برضو يعني خفت بصراحه، خفت ان انا ما اقدرش اوافق بين علاء اللي في ثانوي وان انا اهتم بيه. نعم. وان انا ممكن يعني ايه اقصر معايا يعني في حكايه ان هو في ثانويه يعني. انت فضلتي ان انت تعدي سنه بحيث لما يكون في ثالثه ثانوي تقدر انت تكوني في ثانيه وتقدر تشوفي متطلباته ايه وان كان عايز دروس يعني. ولا علشان اشوف الاول وضعه ايه، لو هيتناسب ممكن اكمل معاه عادي خلاص. تمام. فهو عدى اولى ثانوي وانا خلاص برضو ما قدمتش في الفتره ديت،
تانية ثانوي بقى بدأت تتحمس ايه اكتر واتحداه بقى. خلاص انا هتحداك. بس تتحدي ابنك؟ ابني بس هو كان طبعا سابقني بسنة. بس كنا برضو بنتحدى بعض، ولحد الفترة بتاعت امتحاناتي انا كانت بتحداني برضو، تمام. ويدخل معايا في منافسة، يا ماما مش هتعرفي توصلي لي، يا ماما مش عارف ايه. بس الحمد لله يعني، يعني هو برضو حمس لي برضو. هو ده مش كان مذاكر لي، بس كان تحدي ليا، كان بيجويني برضو. تمام تمام قوي. طب قولي لي، انت ما خدتيش دروس؟ لا ليه بقى؟ ازاي كنت بتحفظي وتذاكري وازاي يعني؟ هي في وانت حتى ما كنتيش بتروحي مدرسة ولا ايه؟ مش انت منازل؟ ما فيش ولا مدرسة ولا تابلت ولا طب ازاي كنت بتقدري تستوعبي المواد وتذاكريها وتحفظيها؟ قولي لي يعني. هي بالنسبة للمواد الأدبية يعني هي مش صعبة للدرجة دي. وبعدين غير كده الموضوع لما ناخده ببساطة هنقدر نفهم بالظبط، تمام. غير لما احنا نعقد المواضيع مستحيل طبعا هنوصل لأي حاجة، هنفضل متعقدين ومش هنكمل أساسا. نعم. كل حكاية ان انا خدت الموضوع ببساطة وصورت الكتب المدرسية طبعا في الفترة ديت، بعد ما عيالي خلصوا امتحانات، لان انا ما كنتش برضو اقدر اذاكر علشان ما اقصرش مع عيالي اللي في الامتحانات. برضك. طبعا ما ينفعش طبعا، يعني انا هستفاد ايه لما انجح وعيل من عيالي يجيب ملحق طبعا وحشه خالص يعني. فما رضيتش فعلا ابدا لما كان معايا ياسمين اخر واحده خلصت في الفتره ديت في تانية نعم. اعدادي، وبدات انا من بعد ياسمين ما خلصت امتحاناتي بحوالي يومين بدات انا اذاكر بقى فعليا ياسمين دي في خلاص سنة كام؟ تانية اعدادي. جميل. بدات اذاكر وطبعت الكتب بتاعت المدرسه، وطبعا بدات ادخل بقى على اليوتيوب علشان اعرف برضو ايه الافكار اللي المفروض اوصل لها بسرعه عشان توفر معايا الوقت، لان تمام. كده كان المفروض في الفتره ديت باجي على الامتحانات 3 شهور بس، وانا كده ما بداتش في المنهج فعلا. فدخلت على المواقع علشان اعرف فكره ان انا اذاكر ازاي. تمام. بدات ادخل على المواقع التعليميه واشوف المدرسين بيتكلموا على النقط المهمه، وبدات المذاكره بتاعتي من النقط دي، يعني دي بصراحه فادتني زياده. نعم. خدت الافكار الاساسيه وكملت منها وذكرت يعني الحمد لله، وكويس يعني الحمد لله النتيجه برضو يعني حلوه الحمد لله طيب بالنسبه لي. انا عايزك تقولي لي يعني ايه حكايتك مع كليه التربيه؟ انت بتقولي انا مصممه على كليه التربيه ومن يوم ما يعني ما وعيت على الدنيا ونفسي اخش كليه التربيه، ايه حكايتك مع كليه يعني التربيه؟ هو يعني الاكتر ان انا كنت في المرحله الابتدائيه كنت متفوقه زياده، فكان بالنسبه لي المدرس ده كيان تاني خالص. يعني انا كان بالنسبه لي المدرس ده هو يعني ايه، هو يعني الاب وكل حاجه بالنسبه لي. نعم. كان المدرسين زمان بصراحه ليهم هيبه تانيه خالص. تمام. يعني قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان طبعا يكون ايه؟ رسولته. نعم نعم طبعا. قدوة. فيعني كنت شايفان هو مثل وحاجه تانيه خالص. نعم. ديت خلتني احب الحكايه دي، احب مهنه التدريس. تمام. طلعت على نفس الاسلوب ده خلاص. نعم. انا بالنسبه لي المدرس او المدرسه ديت حاجه مش هينه نهائي، رغم ان هم يعني بصراحه يعني حاسه ان هم برضو مش واخدين حقوقهم بالكامل، بس نعم. هم بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. تمام. هو ده سبب تعلقك وحبك في كلية وفكري التربية. فكرتي لكلية التربية تحديدا، واتمناها طبعا. يعني انت كده، طب افرض ان يعني انت مجموعك ان شاء الله يجيب تربية. والله هو يمكن مرحلة تانية الله اعلم، بس انا يعني بتمنى. طب هو اذا ما جابش تربية هتعمل ايه؟ مش هتعيش عارفة ثانوية تاني؟ والله مش عارفة، لا يعني مش عارفة. مخي مش راضي يستوعب الفكرة دي يعني، هي وقفت معايا لحد كده. يعني انت خلاص انت هي تربية تربية. خلاص هي دي بس يعني، حتى يعني لو ما جاتش تربية مش عارفة هتعمل ايه يعني. يعني انا لحد دلوقتي مش متخيلة ان انا افكر في اي حاجة تانية بصراحة. يعني هي الحكاية واقفة معايا لحد كده، خصوصا ان النتيجة لسه ظاهرة امبارح كمان، يعني مش ما فيش فرصة ان انا افكر في اي موضوع تاني خالص غير هي دي، لانه حلم بالنسبة لي برضه. التربية. تربية. كلية التربية. هي كلية التربية. هي. طيب أنا عايز أقول لك، تقولي لي بقى يعني العزم والحاجات الجميلة أوي اللي جواكي دي، وإن أنت فعلاً يعني مصممة ومرتبة حياتك، وكمان يعني تأكيدك إن أنت بتنتظري لما أولادك يخلصوا امتحانات وبعد كده تبدأ أنت في المذاكرة، ده منتهى يعني، يعني اقول ايه يعني، منتهى الترتيب ومنتهى الفكر الراقي والعالي. بتعملي ده ازاي يعني؟ انت ازاي بتوصلي لمرحلة زي دي؟ لا هو بصراحة أنا في حياتي معتمدة على أسلوب البساطة، يعني أنا ما بعجبش أي حاجة حواليا، يعني هي كل حاجة واخدها ببساطة خالص، تربية الأولاد ببساطة، التعليم ببساطة، كل حاجة سهلة أنا بعتبرها سهلة.
نعم يعني ما بحاولش اعجد اي حاجه قدامي علشان انا ما اتعبش نفسيا، وبالتالي مش هقدر اسيطر عليها، نعم واخده الامور ببساطه على الاخر. اه معايا عيالي في الدراسه، خلاص انا هعرف هبدا امتى، عيالي يخلصوا دروسهم ومذاكرتهم وامتحاناتهم انا هبدا وخلاص، بدل انا حابه الحكايه هكمل. تمام. طب انا عايز اقول لك بقى، اسالك على الامتحانات. الامتحانات كان كله عمال يعيط ويطلع مره يعيط، وكنا بنسجل معاهم حاجات صعبه جدا. الامتحانات يعني السنه دي كانت يعني فيها صعوبه شويه. انت كانت معاك عامله ازاي؟ كنت بتحسيها ازاي؟ هو بالنسبة علشان برضو سني وحكاية الثبات الانفعالي شوية يعني علشان السن وكده، فكنت برضو واخدها يعني بنفس الوضع برضو ببساطة سهل، كنت باخد وقتي في ان انا اقعد واركز مثلا واحل. اه صحيح كنت بتوتر لان في اسئلة برضو يعني مش سهلة، نعم الاسئلة برضو كان فيها صعوب، بس برضو يعني كنت بحاول ما صعبش الموضوع على نفسي عشان ما اتعبش، نعم وعلشان اقدر اكمل. انا لو خدته من البداية صعب مش كنت هقدر اوصل واكمل، تمام. لكن انا خدته الحمد لله والحمد لله عدت يعني. طيب كنت بتحسي مع زمايلك يعني في اللجنه، او الاولاد اللي كانوا طلعوا يعيطوا ومنفعلين والى هذا الحد، كنت بتحسي بتقولي لهم ايه، ولا كنت بتتصرفي معاهم ازاي؟ والله كنت يعني بحاول اديهم، بس هم برضو معذورين في بالنسبه للنظام الجديد ان هم ما اتدربوش عليه كفايه. فوق من ده كله هم مشوا في طريق مختلف عن الطريق اللي هو المرسوم المفروض هيوصلوا منه لنتيجة معينة، اللي هو طريق ان احنا نعرف الفكرة فيه. نعم. معلش في بعض المدرسين برضو اعتمدوا على النظام اللي هو الدروس اللي هي بالشرح النظام الجديد تمام، ديت خسرت الولاد الوقت، ونفس الوقت ما قدروش يستوعبوا هم هيوصلوا ازاي للمعلومات ولفكرة الامتحان. جميل قوي. قولي لي بقى، في الفترات الاخيره اللي كنت انت مركزه في المذاكره والامتحانات والاخ الاخ، البيت ده كان شغال ازاي؟ كانوا بياكلوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ بيلبسوا ازاي؟ بيغسلوا ازاي؟ قولي لي، احكي لي. هو ماشي بنفس النظام بتاعي عاده يعني، بس هو كل حكايه ان هي فرجت معايا انا يعني ازاي ان انا بدات اضغط بقى على نفسي، ما هي دي خلاص دي اخر فتره بالنسبه لي، نعم حلمي خلاص دي حلمي، نعم فلازم اكون جادها بقى خلاص. بصحى الصبح نفس الشغل اللي بعمله في الايام العاديه، هو شغل الطبيخ الغسيل كله كله، بخلص على الساعه 3 بالظبط العصر، بكون خلصت تجهيز غدا غسيل بيت كله كله خلص. جميل. بالظبط من الساعه 3 كنت ببدا مذاكره لحد الساعه 3 بالليل. ما شاء الله، يا 12 ساعة مذاكرة؟ كنت بتواصل، أقوم ساعة ما أجهز العشاء في الفترة دي وأغير لعيالي بس كده. وبعد كده يعني هو على جد تجهيز العشاء ممكن الحكاية دي تاخد لها بتاع ساعة ونص. نعم. تجهيز عشاء وبقى شوية الحاجات البسيطة اللي بالليل تمام دي. تمام. وأكمل وأوصل لحد الساعة 3. يعني على الأقل كنت بذاكر على الأقل 10 ساعات يومياً. كنت ملتزمة بصراحة في 3 شهور التزام، ما هي خلاص حلمي، حلمي متوقف على الـ3 شهور دول. لو فعلا ما كملتش خلاص يبقى انا كده ضعت وحلمي كده ضاع اللي انا بحلم بيه عمري كله. تمام. فخلاص انا ركزت في الفتره دي فعلا، وكنت ببدا بقى من الساعه 3 كده ابدا انام واصحى برضو على ميعاد الساعه 7 8 في الفتره دي، وماشي حياتي بالشكل ده. نعم. لحد الامتحان. تمام. الايام الاخيره 3 شهور الاخيره كنت ذاكرت 10 ساعات منضبطين ما فيش فيهم كلام. يعتبر كده. طب دور زوجك ايه؟ كان معاكي واولادك اكيد كانوا برضك مراعيين هذا الموقف يعني. فعلا والله هم كانوا عارفين، هم عارفين طبعا الوضع، وكانوا بيراعوا دايما الفتره اللي انا ببقى قاعده بذاكر فيها، وبذاكر هنا معاهم في الاوضه مش بعيد يعني، انا معاهم برضو هم حواليا يعني برضو، لاني بخاف ان انا مهما كان لازم افضل يعني عيني عليهم. تمام. هم صغيرين طبعا معظم اللي هم الاربعه ورا بعض، فكنت بخاف بفضل في وسطيهم واقعد اذاكر وهم بيراعوا النقطه دي. تمام. طيب يعني احنا بنقول كل اللي حلمت بيه توصلي له باذن الله، يا رب. وبرضك ان شاء الله اولادك برضك كما حلمت بيهم يكونوا ان شاء الله يكونوا. متابعي اليوم السابع في كل مكان، بنشكركم شكرا جزيلا. نقلنا لكم بثا مباشرا مع إنسانة تعد نموذجا عظيما ما زالت تلتحق بالتعليم لتلبية حلمها، رغم أن سنها وصل 41 عام، إلا أنها دخلت هذا العام امتحان الثانوية العامة، وتعد أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة. بنشكركم شكرا جزيلا. محدثكم حمدي عبد العظيم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.